برنامج تملك عند جمعية وجدان الغزل. احنا اليوم كنتواجدوا في اقليم التوريث بشراكة مع جمعية ملوية لدعم المرأة والطفل من اجل نشاط شاي مواطن مع شباب المنطقة من اجل مقاربة النوع والعنف المبني على النوع الاجتماعي. مشروع تملك هو مشروع منجز من طرف جمعية وجدان الغزل بشراكة مع الشبكة البلجيكية للديمقراطية والعدالة وممول من طرف المديرية العامة البلجيكية للتنمية. الهدف من البرنامج هو تغيير المواقف الاجتماعية والقضائية فيما يخص النوع المبني على النوع الاجتماعي، وبالتالي كنقوم بمجموعة من الأنشطة تحسيسية تكوين سواء للفاعلين الاجتماعيين الفاعلين القضائيين، وكذلك كنحاولوا أن ندمجوا معنا كذلك الفاعلين فاعلي الإعلام من أجل تحسيس وتوعية المواطنين حول خطورة آفة العنف. جلسات شاي مواطن اللي كتهم التوعية والتحسيس ديال الشباب وكذلك الرجال فيما يخص مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال تقريبهم من مقتضيات اللي جا بها قانون 113 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. ومن خلال هذا الورش التحسيسي حاولنا نقربهم من أهم المقتضيات فيما يتعلق بتأطير المفاهيم للعنف المبني على النوع الاجتماعي في جميع أنواعه، الجسدي والنفسي والاقتصادي وكذلك الجنسي. كذلك قربناهم من المقتضيات الزجرية اللي جا بها القانون وكذلك مجموعة من الأفعال التي تم تجريمها، زيادة على التدابير الحمائية والوقائية ناهيك عن كل ما يتعلق بالتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف من خلال مؤسسة خلايا التكفل القضائية داخل المحاكم. كذلك تطرقنا لأهم التدابير الوقائية من خلال إدماج جميع فعاليات المجتمع خاصة المجالس المحلية في تدبير ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال سن برامج وكذلك سياسات اللي كتناهض كل التمثلات وكل الصور النمطية التي تكرس العنف ضد النساء. وإلا بغينا نقضيو على العنف المبني على النوع الاجتماعي فكلنا معنيون، نساء رجال شباب، كلنا بدون استثناء، من أجل وطن آمن حق فيه للجميع بالعيش لحياة آمنة بدون عنف. معكم أمين جيد منشط برنامج شاي مواطن. كانت معكم جمعية الأم عين غزل وجدة 2000 زائد تشارك مع جمعية ملوية دعم المرأة والطفل. احنا كنتواجدوا معكم هنا في جامعة مرق الويدان واحد احدى المساكن قرب مدينة توريت. الحمد لله فات كما يقولوا جلسة في احسن ما يكون، وكنشكر المشاركات اللي عطاو واحد الدعم وعطاو واحد التدخلات اللي مهمة، ونتمنى والله سبحانه وتعالى انها تكون في الخير على هذه الجامعه نتاع مرق الويدان. وكنشكر المنشطه اللي كانت معايا نجيه ولا اللي حضر الحضور اللي حضروا مجده ولا الحضور اللي كانوا اهل الجامعه لا بالنسبه لبعض العناصر. ولا كنشكر السلطات المحليه اللي نجحت على نجاح هذه جلسه الشاي. وشكرا. عجبك الفيديو خلينا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.